احنا من عوائل واحد يتزوج من الثاني، يعني ولد العم البنات العم. وبالصدفة يعني هي صارت انه عمي ده ولد اغلبهم واحنا بنات، فذولي ذولي يعني ما ممنوع ينطون للغريب، واذا واحد غريب يعني من المنطقة جيران يجي شيء. فاني بديت يعني اول ما كبرت على هذا الموضوع انه زواجات الاخوات الاكبر مني الولد عمي وهذا الشيء، وادري اني راح يكون الي سرة. ما زال اليوم احنا اليوم 2024 هواية عوائل تعاني من هاي المشاكل، مو بس بالمحافظات وانما حتى بالعاصمة. رأيي انه هذا الشيء يترتب عليه هواية مشاكل. الفكر القديم ما زال مستمر لليوم انه العائلة وتكبر العائلة سوا والارث والارض وما شابه ذلك. فهذا الفكر القديم لليوم هو متبرمج ووصلنا يعني لليوم 2024 ما زال لليوم. فينخلقون الولد أو البنية متبرمجين، يعني دماغ متبرمج أنه أنا بالمستقبل هاي زوجتي، سواء هو يمر بعلاقات أو هي تلتقي بأشخاص. لكن البرمجة أنه بالنهاية من يجي للزواج ونبني المؤسسة أنه أنا أخذ قرايبي لأسباب أنه خلص ما دام أنه قرايبي أنه هي صح والباقي خطأ، باقي البنات خطأ. طبعا تترتب عليها هواية عوامل. احنا نلاحظ ذا دول اوروبيه دائما ترفض زواج الاقارب، وهوايه حالات من زواج الاقارب مثلا يحبون بعض ويريدون يتزوجون تصير مشكله بالموافقات الطبيه، وهذا الشيء صحيح. اكثر امراض السرطانات اللي هي معرضه للقتل او للموت اللي ما لها علاج هو الجيني الوراثي، ودائما يصير من زواج الاقارب او ابن العم، ودائما الطفل الثاني هو اللي يكون معرض لهذا المرض. هاي مشكله. ما عدا باقي الأمراض الجينية الوراثية اللي هي من زواج الأقارب، فهي مشكلة صحية اليوم إحنا نواجه. الشغلة الثانية، هذا الزواج راح يكون بي ماكو حب ولا أكو يعني مودة بيناتهم، وإنما فقط أنه كأنما هو تحصيل حاصل يعني لا أكثر ولا أقل. إحنا إذا نجي من الناحية القانونية هو أكيد بإشكالات. القانون العراقي حرم وجرم الزواج عن طريق الإكراه إذا كان زواج عن للأقارب أو لغير الأقارب. فنصت المادة 9 من قانون عقوبات الشخصية يقول لك إذا الزواج كان عن طريق الإكراه يعاقب من الدرجة الأولى اللي كان غاصب البنت أو حتى الولد، يعاقب 3 سنوات اللي هم الأقارب من الدرجة الأولى. أما الأقارب من الدرجة الثانية حيعاقبهم القانون العراقي 10 سنوات حبس. من يوم الأيام الواحد من ولد عمي ورادوني إليه، طبعا لا أنا الدراسة ما كملت، يعني بقيت للسادس ابتدائي وزين وصلت لأن البقية ما بعدت بالبيت من السادس ابتدائي. اللي رادوني إليه من ولد عمي رفض أنه يتزوج، مو أنا رفضني بس أجل الموضوع، هو راد أنه يكمل دراسة، هو بالثالث متوسط بس ما قدر ينجح، يعيد سنة يعيد سنوات وأني باقية منتظري، ممنوع ما ينطونا الغير واحد، ممنوع أنه الطلعين وهذه الشغلات، يعني لحد ما هو شو وقت يفكر بالزواج. إذا إحنا نجي من ناحية الشريعة ومن ناحية الإسلام ومن ناحية نبوبها من ناحية أنه حلال وحرام أنه ما يصير لبنية تحكي ويا ولد غريب أو ابن عمها أو أيا كان، لا يعني هسه احنا اكو بالدول الخليجيه اكو الشوفه الشرعيه، صح؟ اكو الشوفه الشرعيه اللي هو الولد قبل لا يخطبها يشوف البنيه يقعد يسولف وياها بحضور الاهل، اي حتى لو بتعمه بالضبط بحضور الاهل. اكو افكار اكو ممكن نقاشات يتبادلوها حتى لو كانت مجرد 5 دقائق. انت اذا عندك نباهه وعندك فراسه ممكن حتعرفين المقابلش من ممكن طريقه كلامه، ممكن انه من شلون راح يدير الامور او شلون انتو راح تتفقون، ممكن تقعدين بهاي الشفه الشرعيه اثنين واحد يعترف له انت راني مهريتك وانت ما تريني يعني مخصوبين خلينا نكنسل الموضوع، انت تفهمين علي شلون؟ فيعني انا اشوف الموضوع كلش طبيعي وكلش مهم. هذا احنا المجتمع هسه عندك لا تغير، احنا الحاله ده نسمعها ممكن قبل 10 سنين تقريبا، فانت من 10 سنين لهذا الوقت مجتمعنا تغير من ناحيه انه بصوره عامه البنيه ضروريه لها الدراسه، البنيه لازم تكون مراه قويه، لازم تعرف تشتغل،
لازم تعرف تعتمد على نفسها، لازم تعرف تكمل دراستها، حتى وان يكون انه هي باشر عقبه مصيرها بيت واولاد واطفال وزوج وخلاص، بس لازم تكمل. يعني اني دا لاحظ يعني سنتين ثلاثه الفاتوا، يعني ما نروح ابعد، سنتين ثلاثه الفاتوا كلش هوايه بنات رجعوا للدراسه، كلش هوايه عوائل شجعت بناتها ترجع للدراسه، حتى وان يكون العوائل تكون هي معارضه لبنيه، حتكون هي صاحبه القرار وهي صاحبه الكلمه، انه هي تعرف شلون تدير امرها ويا عائلتها، تقنعها حتى ممكن ترجع لدراستها، وان يكون تقولها اني راح اتزوج واقعد بالبيت. اذا نجي على الحاله هاي مثل ما سمعناها انه هي قالت اني بسادس ابتدائي وتركت الدراسه، اخواتها الاكبر منها متزوجين، الاخوان اللي هي راح تتزوج هسه اخوهم صح، فهي شايفه حياتها مستقبلا، شايفه حياتها تقول شان ليش راح احاول، هاي مصيري، واهلها من النوعين يقولها قعدي، الرجال هو اللي راح يصرف على البيت، والرجال هو اللي مسؤول، واللي هو راح يجيب ويحط، فليش تتعبين نفسك. واكو هوايه من البنات هيك تقولش ها والله اوكي تمام اني ما احاول، تعبت ودرست وكذا وكذا وكذا، تاليتي مثل خواتي اقعد بالبيت، فاقعد بالبيت من البدايه احسن ما انه اتعرض ممكن المشاكل والضغط ويا عائلتي ومن قبل حتى عائله بيت عمها. اضافه الى انه هاي الزواجات انا ما لاحظت من الزواجات مو سبب مثلا اهل البنيه بس، لا تلقين اهل البنيه او الاب اللي هو الاخ اللي هم مو ولد عم مثلا، نقول الاخ هنا أنا ابو البنيه تشوفيه مسالم وطيب وما يقدر يكسر كلمة أخوه اللي أكبر منه، تلقين الأخ الثاني اللي هو دا يزوج وده هو المسيطر، هو اللي غاصب الأب وغاصب البنية، وتلقي حتى غاصب ابنه. إحنا من دا نحكي عن زواج الأقارب ترى مو بس إنه على البنات، لا أنا هواية صادفتني حالات إنه الولد هو مغصوب على زواج الأقارب، مغصوب لو الأم ماي لا حال لك ولا واهبك واني رح أموت وإذا ما تتزوج فلانة، لو الأب لا حال لك ولا واهبك إذا ما تتزوج بتعمك لو بتخالك. خيانات لو يطلقون، هاي اول وحده، واغلبهم ما يطلقون بحكم العائله، بحكم العائلتين ممكن راح تتهدم، بحكم انه راح تصير مشاكل، بحكم انه حيصير عندهم اولاد، فشوفين نسبه الطلاق يمكن اضعف من نسبه الطلاق من يعني من غير الاقارب، فشوفين انه ولا يتزوج عليها لو بالسر لا بالعلن، هاي اكيد مليار بالمئة. لو تشوفين انه هو عنده خيانات، خيانات انه هو مو بيده، يعني ما حشجع على موضوع الخيانه، بس هو فتح عينه على الدنيا او البنيه فتحت عينها على الدنيا، زوجوهم خلاص انحكم عليه، لا لحق يعرفها ممكن او يحبها او يتقرب منها او ايا كانت، انه يصير بيناتهم فد مشاعر، فتجين انت بمرور الزمن اساسا الرجال بطبيعته هو يميل، اذا كان ماخذ عن حب واذا كان غريبه له اقارب عاد مغصوب عليها، فيا ترى ايش حيصير برايك؟ اكيد خيانه. هو عوائل لليوم انه هي 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 حتى يعني موضوع حياتها، خطه السير مال حياتها مترتبه من هي طفله، انه دراسه ماكو وزواج الشخص الفلاني وانتهى الموضوع، ماكو طموح، ماكو مستقبل، ماكو حماس، قتلوا بيها هوايه شغلات. اكو هوايه عوائل اليوم تفرق بين دراسه الولد والبنيه باعتبار انه البنيه مكانها البيت وتربيه الاولاد، والرجل هو يعمل لازم وعنده شهاده وعنده مؤهلات، لكن هنا المفارقه اللي انا اشوفها بهالعائله وبهالقصه تحديدا هو انه الرجل راسم خط السير من البدايه، رافض هذا الارث العائلي ورافض هاي الفكره، والدليل انه هو كمل دراسه واشتغل ونجح بشغله، من ترتبه اموره طلع عن نهج العائله وغير من نهج العائلة واختار حياة ثانية. القانون العراقي أو حتى ممكن إذا تشوفين أنت بالشارع، إذا تجين تفصلين أكو تفصلين بنود بالشارع أو تأخذين فد قصص أو تأخذين فد أحاديث إنه هي موجودة بالشارع، حتشوفين إنهم ما ترى ما مرجحين الزواج الأقارب، ما مشجعين عليه. ليش ما مشجعين عليه؟ مو بس إنه القانون العراقي إنه هو قانونياً على مود إنه غصب وما غصب أو عن طريق الإكراه، لا، هذا الموضوع موضوع كبير وخطر، إلى تبعات مستقبلياً، تبعات على الأولاد، إنه حتكون الجينات مالتهم إذا كانت الجينات متطابقة مالتهم راح يسبب خلل وراثي، خلل هرموني، خلل عضوي للأطفال مالتهم. هنا أنا راح أسوي كارثة، راح يستحمل ذنبها منه؟ نقول والله يعني هذا كتبة الله
اللي مثل ما يصير يقول لك اني ما اعترض، الله كتب بهالطريقه، او خلينا نتزوج عسى ولا علا انه ممكن يعني الله ما كاتب انه يجي بلكه يجي كامل خلقيا، ما بيعيب خلقي، لا مو اني دا اسوي الجرم هذا، اني دا اسوي هذا الفعل. هم نفسهم الزوج والزوجه اذا كانوا هم معرضين للاكراه لهذا الزواج او كانوا عن طريق قناعتهم، فالموضوع كلش خطر. فبقيت انتظره، بس انا هذا الوقت يعني ما كان هامه للموضوع، لانه اعرف انه اول ترى راح اتزوجه وعلاقتنا بهم حلوه وطيبه، وخواتي ولد عمي وعوائل سوا وكل حياتهم حلوه. فبعدين الله يدها وقال اوكي انا راح اتزوج، فصارت خطوبتنا. يعني هاي تقريبا انا كبرت يعني بعمر 17 سنه تقريبا، هو أكبر مني بتقريبا 3 سنوات. دائما نقول قبل الزواج شيء وبعد الزواج شيء ثاني. أولا من ناحية المسؤوليات، من ناحية الالتزامات، من ناحية الموضوع بعد صار صدوق، من ناحية أنه أكو فرق بين أنه بس يجون يخطبون يقرون فاتحة وبين لبس حلقة. هنا المسؤولية ترى تختلف تماما، رهبة الموضوع تختلف. ممكن الطرفين واحد منهم حيشوف نفسه ها؟ صار الصدق، ممكن أنا مو قد هذا الموضوع ولا قد هاي المسؤولية. فإحنا من نيجي ننصح بفترة خطوبة، فترة الخطوبة حتى إذا كانوا الطرفين يعرفون بعض، حتى لو كان تجمعهم فد مشاعر ممكن نظيفة، ممكن صحيحة، ممكن علاقة صحيحة تجمعهم زين، أوكي فترة الخطوبة مهمة، بيها أنت تعرفين وضعك، بيها تعرفين وضع خطيبك، بيها تعرفين وضع عائلته، وبنفس الوقت الولد يعرف انت شنو وضعك، وضع عائلتك، وضع الزواج، مسؤوليته. اكو امور يعني بالعلاقه تختلف عن الزواج، يعني بالعلاقه شايفه واحد يمشي لك اي 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 ما يخالف وكل شيء تقولين، بس من تجين فتره الخطوبه فتره الزواج لا تختلف. يعني أنا من قبل فترة ما صار هواية، يعني أكو صار عندي خطوبة يعني من المقربات علي، أنت تجين تقيسين الموضوع زين أوكي مو كان هيك الحكي، شو صار هيك الحكي، لا لا بعد خلص إحنا انخطبنا. فهنا فترة الخطوبة كلش مهمة، إني أنت تعرفين شخصية المقابلج، وضع أهله، لأن هذا وضع الأهل وشخصية الأهل عامل أساسي بموضوع الزواج. ترى لا تقولي لي ما له علاقة. فزوجنا، وطبعا قد بيت عمي، هم بيتهم كبير وغرفتنا وياهم. بدأت الحياة وياي يعني نفس الشيء، يعني أنا شايفة العيال وشايفة أهلي والشغل وهيك شيء، بس زادت لأنه هم عوائل وتعرفين الطبخ والخبز وهاي الأشياء كلها هواي، وصاروا هواي أحفاد وهيك شيء، وأنا صاروا عندي 2. فهو الولد أنا علاقتي به يعني ما أقول لك علاقة، هاي العلاقة الحب وهاي الأشياء لا، يعني علاقة عادية، وولد يحترمني وماكو أي مشكلة، هو يشتغل بس الله فتح عليه وظل يشتغل شغل كل الزين وطور نفسه وظل يجمع وفتح له محل وبدل المحل 2، فصار عنده ماديا أفضل من أخوانه والبقية. فيعني إحنا قلنا إنه خلينا نطلع من البيت، بس بيت قريب عليهم طبعا رفضوا هم بالبداية لأنهم متعودين على الجمعات وعلى العوائل وهذا الشيء صعب بهيك عائلة، فقوة قبلوا طلعنا بيت وحدنا. برمجة متبرمج العقل، بالتالي ملذات الحياة منعدمة، اللي هي أنا أدرس أو باحتمال أنجح أو أفشل، أو أنا أكون إنسانة طموحة، أو أنا أختار شريك حياتي وهل راح أتوافق ويا شريك حياتي أو لا. هذه الرغبات كلها والمنافسة والمغامرة خلينا نقول انقتلت بهذه الشخصية، بهذه المرأة انقتلت تماما، لأنه هي أكو برمجة أكو خط سير أنه دراسة ماكو، الحياة كذا وكذا وكذا، وهو هذا الزوج وخلص والحياة انتهت. يعني عندها يعني لو رجعنا للقصة الحياة منتهية عندها من البداية قبل تبلش أصلا. اللي يريد فعلا أنه يطلع من خطية الموضوع مثل ما نقول ما يعتمد بس على تحليل، اللي هو يتحول من المحكمة يتحول عن طريق الفحص يروح للمراكز الصحية الحكومية، لا عندنا مراكز مختصة اللي هي خاصة بس بالوراثة، عندنا تحاليل خاصة بس بالجينات، مثل ما شرحتش قبل شوية ست نور، أكو تحاليل أنا اليوم كفرت كشخص ودعج من موضوع الزواج، أكو اليوم عندنا كتحاليل صح هي أرقامها كبيرة مبالغها كبيرة، بس أنا حتحميني إذا كان عندي بالعائلة أكو فد نوع أمراض معين ممكن لا يجيني بالوراثة،
فأكو كشف اللي هو حيبين لك أنت عن طريق السنوات الجاية لعمرك حتنصابين بهذا المرض، حيصير ممكن الأولادك الأطفالك حينتقل عن طريق الوراثة لو لا. فهاي الأمور كلها موجودة. إحنا هنا نشي سوا، مجرد يروح ياخذ الفحص من المحكمة، يتحول ورقة الفحص، يروح للمركز الصحي اللي هو الحكومي، يسوون التحاليل اللي هي تحاليل الدم الطبيعية فقط، شوف أنه مطابق، خلاص مطابق أوكي. مو الموضوع مو بس هيك، مو بس أنه فصائل الدم تتطابق، لا، ممكن أنه حتى ما بيشي، بس تجين أنت أغلب الحالات اللي هي ما يريد يطلع الطفل بيشي، حتطلع عنده متلازمة داون. هذا أبسط شيء. وتجين تشوفين الطفل متلازمة داون، من تشوفين العائلة حتلقيهم ولد عم، أقارب، يعني بيت صغير قريب عليهم، ويعني شو اقول لك، كانت كلش مرتاحه وحابه حياتي وما عندي اي مشكله، واليوم يخلص والحمد لله، وجهالي بالمدرسه وما سويت بعد اطفال، لانه تفرغت لنفسي، مهتمه بنفسي، مهتمه بزوجي. بس انا اقول لك تبقى بيناتنا، يعني هاي يعني علاقتنا شيء ما يصير مثل ما اشوفها بالتليفون، اشوفها يعني مثل هذا الاشياء الحب، وها يعني علاقة عادية. لحد ما في يوم من الايام هو يفاجئني، قال لي انا اريد اتزوج، واعتقد هذا حقي، وانتي ما راح ترفضيه وتبقين هذا بيتك معززة مكرمة وهاي، بس يعني اريدك تقبلين. قلت له انا لو اني لو الزواج، هي كانت مشكلتنا. بقينا على هذا الموضوع سنة كاملة، وهو كان يقدر يروح يتزوج وينهي الموضوع، بس طلعت هي البنية كان هي شرطها بانه اني اوافق على الزواج، اذا اني موافقة هي تقبل. فبقينا هاي السنة كاملة، يعني اهلي اتدخلوا واهلي اتدخلوا ويقنعوا، يعني انا ما ناقصني شيء، مهتمة بنفسي ومهتمة بالاطفال وبي وبيتي. حاولت حتى اغير من يعني كلامه وياه، اغير من تصرفاته، سوى اشياء تعجبه، هو ما يقول يعني هذا أنا إرادتي وأنا أريد، بس هو الظاهر يمكن حبها هاي البنية. وبعدين أنا إن انفصلنا عرفت يعني شلون، قلت حقه، لأن إحنا يعني ماكو علاقة بيناتنا أو حبينا بعض أو هاي، وما كانوا مانعيني لا أطلع ولا أحكي وياه ولا أسوي أي شيء. هي موضوع نثور الإنسان، بس هي شخصية جدا رائعة، شخصية قوية، مع الرغم هي يعني المسكينة ما توفرت لها المؤهلات الكاملة اللي تصقل بها شخصيتها، بس جدا رائعة، جدا شخصية قوية. من الموضوع الانسحاب مو سهل، من انسحبت وسلمت حياتها اللي تبنيها بمخيلتها من الصغر فجأة، فموضوع الانسحاب مو سهل. موضوع انه احد يشاركها بزوجها ايضا هي متقبلته، فهي شخصية جدا قوية، وبنفس الوقت هي ضحية للأعراف وللعادات والتقاليد اللي ورثتها، خلقت وهي اصلا موجوده ما لها ذنب بيها. فيها شخصيه قويه، شخصيه مضحيه، شخصيه رفضت انه تعيش بالذل وبالاهانه، واختارت الطريق الاصعب. يعني عجبتني شخصيتها بصراحه، حبيت شخصيتها بالضبط. هذا اهم شيء، هي من بقت مستمره مهتمه بنفسها، وبقت مستمرة بلا مشاكل، لأن تقولش هذا بعد واقع حال انفرض. إذا كان عليا هو الولد، أنا أصور لو إحنا نسمع وجهة نظر الولد كان تقريبا نفس الكلام، يقول لي كان جيت للدنيا وكبرت وبديت أشب وأوعى، أبويا قال لي تأخذ فلانة مثل أخوتك ما أخذه والبنات، صح؟ فشوفين نفس الشيء، من جتي هي بلا مشاكل وتواجهت الموضوع وتقبلت، أوكي زوجنا عبالا يتوالمون، ما توالموا، أنت شو تريد تتزوج؟ روح تزوج. تريد تطلق؟ خلينا نتطلق بسلام. اكو هواية ناس عبالها الطلاق والانفصال والمشاكل راح تغير لك الوضع. يمكن انا شوي هنا جزء النساء يثورون عليه، انا ما اعتبره خائن، انا هم اعتبره ضحية. هو بشق سلبي وبشق ايجابي، اول شيء اعتبره ضحية لان هو انخلق وانولد على شيء خط سير سار عليه ايضا، لكن هو هنا مقصر، كان مفروض من البداية اذا حاط بباله انه ما يستمر يا بنت عمه، ماكو داعي، كان من البدايه هو مفروض يرفض. هو رجل، الرجل احنا عندنا مجتمعنا مجتمع ذكوري، الرجل له حق انه يرفض ولو واجه مشاكل. فانا ما اعتبره خيانه، هو يعني حب انه يسوي الشيء الطبيعي، انه يدرس ويشتغل ويختار شريكه حياته اللي توائمه افكاره وثقافته. الشق انا يعني اختلف وياه بشغلتين، الاولى هي انه من قبل انه يمشي بهذا الطريق وياخذ بتعمه، وهو مخطط
في باله من البداية إنه ما يستمر وياها يكون له حياة ثانية. وأختلف وياه إنه بالنهاية من تركهم وترك أولاده كان لازم يكون أكثر عدالة، لأن هي أيضا زوجته وأولاده الضحايا اليوم. المهم أنا ظليت مصرة إنه أنا لو أنا لو الزواج كيفك، وهي البنية مصرة إنه أنا أقبل حتى هم يتزوجون، لأن هي ما متزوجة ومن عائلها ما تين يعني ما قابلة أصلا، وأهلها ما يدرون يعني بيناتهم، هي صار بيناتهم علاقة. فظليت أروح لأهلي أكثر شيء، بعدين قالوا لي تروحين أبقى ببيتك وهذا البيت من حقك وهاي، يعني قالوا لي هم أهلي أخواني وهاي، قالوا هذا البيت يبقى من حقك حتى لو هو تزوج. فتلت زعلين ذات الدين، هو خلي يطلع، هو لا ما يطلع يعني، وأنا بغرفة أنام وهو بغرفة أنام، وإحنا مثل الأخوان، لا يطلب مني أي شيء ولا هذه عايشين حتى ما نحكي، يعني شلون خرسان عبالك يعني علاقتنا كلش انتهت. وصلت مرحلة قلت له أنت ليش يعني تعذب نفسك وهيك شيء، إذا تريد روح تزوجها وطلقني، هو ما يقبل يطلقني، وهاي بقينا بهذا المعاناة. تزيد بمجتمعنا نوعا ما شوية بعدنا متمسكين بالأعراف القديمة، دائما من أكو دائما أكثر حالات الزواج الثاني من نروح نسأل مثلا الرجل إنه أنت ليش تزوج زواج ثاني أو ليش فصلتوا، رأسا جواب يكون أني أهلي زوجوني بتعمي أو بتعمتي أو بتخالي وأني ما قدرت أقولهم لا، وأني زوجوني وأنا صغير وأنا ما قدرت أتقبلها كزوجة في حياتي، لأنه إحنا متربين إحنا والصغر. فعندنا موضوع زواج الأقارب اللي نعاني منه لليوم، أكثر حالات العلاقات الثلاثية هو أنه أكو طرف يحس نفسه أنه هو مظلوم ونفرض عليه هذا الزواج، بالتالي يبحث عن سعادته وعن الحب خارج المنزل. حتى لو كان استغفال هذا خيانة، الكذب هذا خيانة. أنت حتى لو الزوجة اللي تكون وياك ما تربطك بينها وبينها بينك وبينها مشاعر، بس مجرد أنه زواج تقليدي أو زواج الأقارب، ما يحق لك أنه أنت تستغفلها. لا، بكل احترام وبكل مودة أجي أفاتحها بالموضوع، يابا واحد اثنين ثلاثة، أني وأنتي هذا وضعنا، أقبلين أتزوج؟ أكو بنات إذا هي فعلا مثل الحالة اللي إحنا دا ناخذها سنة متناوليها حد يقول له روح أتزوج، أكو بنات لا تقول لك أني إيش قصرت وياك، أني زينة، أني كذا، أني كذا، حتنتفض تبقى هنا. أنا هو طريقته يعني بعد التعامل حسب الشخصية، بس بالتالي لازم يقول لها، لأن ما أتصور أي امرأة على وجه الكرة الأرضية تستاهل إنه رجلها أو خطيبها يستغفلها ولو الدقيقة، ماكو مرة تستاهل. قول لها الحقيقة، ضوج عليها، تعصب عليها، تكسر، تحرق البيت، بس أهون ما أنه أنت تستغفلها وتمس كرامتها وتجرح مشاعرها. يعني بغريزة المرأة ماكو مرة تقبل أن تكون لها شريكة، مستحيل. فموضوع أنه أنا أبين حسن نواياي وأنا ما أزوجك إلا بموافقة زوجتك الأولى، دت هي من البداية مفروض أنا من أشوف عائلة وزوج وزوجة، ما أفوت أصلاً بهذه العلاقة. يعني هي دخولها بعلاقة على ناس متزوجين ونقول حياتهم ماشي، وهذا شيء بحد ذاته خطأ. الخطأ الثاني هو طلبها موافقة الزوجة الأولى أنه هي ما عادها تكون زوجة ثانية. يعني ما أعتقد أكو مرة توافق نهائياً، واللي تقول أنا أوافق فهي مقنعة نفسها أنه هي موافقة، مستحيل. وأختلف اختلاف يعني تام، ماكو مرة تقبل أن تكون لها شريكة في زوجها. الشق الثاني بدأ نسمع القصة، هي هاجرت اليوم وياه، هي لو صدق إنسانة خلي نقول عليها أنه هي عادلة وما حابة تهدم عائلتها، كان مفروض توقف بوجه يعني أنه يهاجر أو يسكنون غير دولة، لأن هو أكو عنده ارتباط بهذه الأرض، أكو أطفال، شلون تخلي تاخذ وتخلي بعيد عنهم؟ لحد ما أنا خذت رقم البنية، خذت رقم البنية، يعني خليت واحد من أطفالي يجيب رقم من تلفونه، خابرتها، شفتها خوش بنية والله، يعني قلت لها أنت مثل أختي وهذا وضعنا إحنا وأني ما أقبل. قالت مو أنا هم ما أقبل إلا أنت توافقين. قلت لها غيري حتى أني أبقى. وقالت لا مو شلون أنت ما قابلة وشلون هاي. قلت لها قبلي أنه تتزوجي وخليني. قالت لا، هي أصرت على موضوعها. فبعد أني قلت لها لا يعني أروح بعد لا تجي، وأني راح أرفع قضية عليك وأريد أن أطلق. ما قبل هو بس أني رفعت. من المشاكل اللي نعيشها اليوم، وأنا أحكي على حالات حقيقية عايشة وياها، موضوع القضاء العراقي والقوانين تخص طلاق المرأة من الرجل. حتى
اخاف يعني اكو هواي ناس جزء ما منتبهين. احنا نريد من خلال الاعلام نوصل الفكره للمواطنين وللجهات المعنيه، حتى من خلال القضاء اكو الطلاق التعسفي اللي الرجل هو يطلق المراه ويرمي عليها يمين الطلاق، المراه ما لها حقوق، المراه تلزم محامي تخسر فد كذا مليون، وين كسبت القضيه؟ وهذا واثبتت انه هذا الطلاق تعسفي، الرجل دا يلقى له مخرج ويتهرب من اعطائها حقوقها. مثلا النفقه مثلا كذا مليون، يقصت لها 25 بالشهر او 50 بالشهر او اعلى نسبه جزميه، بحجه انه هو مثلا ما يعمل او ما عنده الامكانيه الكافيه انه ينطيها حقوقها. هاي قضيه. القضيه الثانيه اللي مثلا اذا المراه رفعت قضيه على الرجل بعد ان تكون الحاله بيناتهم مستحيله، مستحيل يعني اما تتعرض لعنف جسدي او لفظي او انه تخسر صحتها، تضطر انه مثلا ترفع قضيه. من ترفع قضيه سموها المخالعه تخسر كل شيء ايضا المراه. فلازم يعني القضاء العراقي تتشرع قوانين تنصف المراه اكثر، اسوه يعني بالسنه النبويه والاسلام والشريعه. ترى يعني الاسلام هو يعز المراه وعلم قيمتها، اسوه بالدول العربيه، اسوه بالدول الاوروبيه. فلازم القضاء والقوانين يعاد النظر فيها، تكون اكثر انصافا للمراه. موضوع انه هي الا برضا زوجتك، هاي ابوها على بابي، يا اما البنيه انه هي فعلا يهمها رضا زوجتك وما تريد تخش بخطيتها، يا اما لا انه تكون لا لازم تقولها حتى هي تريح بالها من المشاكل باشر عقبه، وترى تزوجني. اكو هوايه بنات يفكرون بهالطريقه، ما تفكر تقول لك لا والله مو على مود حلال وحرام ولا اخش بخطيتها ولا لا، خلي يعلنها وغصبا ما عليها اني زوجته. فاني هاي تقريبا هيك يعني ايه. شوفي اكو حاله بعدي طبعا ما منتهيه يعني حاليا، زوج بعدي مسلسل ايه لا فعلا مسلسل 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 يعني. اكو بنيه تقدم لها رجل، تمام، والرجل معروف يعني بين أقرانه ومحترم وابن عائلة وما بيشي. البنية منفصلة، تمام، والرجل متزوج، متزوج وحتى أكبر من عنده بالسن يعني شيء تقريبا بالثلاثين سنة، تمام، بس هما يعني حبوا بعض كلش يعني. يعني أنا كنت شاهدة على هاي قصة الحب، واحد حب الثاني بطريقة يعني خيالية. فالولد أول ما حبها إجا تقدم لها، زين يا بزن أنت متزوج، أنا ما حادخل على بيتك وعائلتك وأهجم بيتك، لا أنا رح وقت مؤقت نتزوج وبعدين أنا رح أعلن زوجتي والأولادي حقول لهم. يا بزن شلون؟ أني هذا اللي عندي ما أقدر أسوي أكثر من هيك حاليا، تمام. راحت أيام، جتي أيام، البنية ما وافقت أكيد بهذا الوضع لأن ما قبلت أنه تكون على نفسها زوجة ثانية وممكن حتى مو بالعلن. فراحت أيام، جتي أيام، أنه رجع حاول وياها ويا عائلتها ويا أهلها بخصوص الموضوع، أنه وافقوا أجا تقدم، أجا ويا عالم وأهله وناسه وتقدم، بس مو كل الأهل لأن قال الموضوع حنتكتم عليه مؤقتا. ليش؟ عندي التزامات عائلية ويا اخواني، عندي التزامات عائلية ويا الاهل من ناحية شغل مشترك، من ناحية مثل ما نقول قاصة واحدة، ما يقدر يتصرف تصرف ثاني، ممكن انه هم ممكن يعاقبوه بطريقتهم اللي هي يعني شغلك ينعزل، فلوسك تنعزل، انت بعد تنطرد من العائلة تنطرد من العشرة، مع العلم انه هو ما مسوي شيء غلط. يابا تمام، راحت أيام، جت أيام، هما تزوجوا يعني صار لهم كذا سنة، اتفق إنه هما يعني ما يطولون سنة ويعلن الموضوع، يكون حتى زوجته ويعرفون. فجأة اختفى. أوكي يابا شنو الموضوع؟ ما موجود. شنو الموضوع؟ ماكو. لهناك وصلها مسج للبنية، أني راح أطلق. أهلي وعائلتي وأخوتي وزوجتي وأولادي الكل عرفت. زين أوكي، لا ما صار عندها أطفال. زين أوكي تمام، أنت شو راح تسوي؟ أنا ما أقدر حتى أشيل تليفون عليك،
زين اكو رجال بهذا الوقت انه ما يقدر يتصل على زوجته؟ اوكي تمام. يعني تخيلي اهله ايش مسوين عليه فد ضغط معين. هاي ما بدنا نحكي عن اب واخ، لا بدنا نحكي عن اولاده، اولاده اللي ممكن هم يعني ما عابرين ال 21 22 سنه، تفهمين علي شلون؟ حتى سيارته سحبوها من عنده، طلقها، لو طلقها لا تخسر الاول والثاني. فالرجال يا اما يكون قد هاي الفوته فعلا ومن ينطي وعد يوعد به اذا كان الطرف الاول اللي هي زوجته الاولى او زوجته الثانيه الجديده، او لا يفوتها من البدايه. انت ما مجبور انت يا رجل تتزوج زوجه ثانيه وبعدين تهدم حياتها وتطلع تخاف لو تطلع ما اعرف شنو عندك، وبعدين تعوفها. البنيه ترى مو سلعه على ابو انه ممكن انطيها حاضرها وغايبها، لا هي مو سلعه، مو موضوع انه هي متاجره ولا موضوع اموال ولا موضوع كل شيء. يعني العلاقه الزوجيه ممكن البيناتهم ما حتقدر بثمن، انت ما حتقدر تعوضها عن شيء اذا هي خسرتك. فيعني اذا نجي على حالتنا، لو هو كان يطلقها زوجته الاولى ويروح يتزوج ثانيه زين تمام، لو خلاص يعني يقعد ويسكت، ما مجبور انت تجيب زوجة على راسها جديدة وتريد الاولى همتين، ما متقبلة هي موضوع انه هي وحدها عاد تتقبل همتين. رحت المحامي وقلت له انا اريد اطلق من زوجي، قال لي مو رحت ما تاخذين حقوق ما ادري شنو. قلت له ما اعرف، ما افهم انا بهاي الاشياء مال حقوق وما وفلوس الناتج المقدم والمؤخر يعني هذا الحكي كله أنا ما فهمه ولا أريد أفهمه. أنا أريد أنه هو يروح يشوف حياته، يعني أنا رحت على مود أنه هو يشوف حياته، لأن أنا أشوف نفسي أنه أنا تعبت وهي البنية تعبت وهو تعب، وتالي شنو لا هي تقبل تتنازل ولا هو ولا أنا. فواحد من هاي الأطراف ثلاثة لازم يعني يفض الموضوع. وهذا الحكي أنا طبعا بعد ما أنه استشاريت وحكيت ويا الأهل وحكيت، ما بقيت واحد ما حكيت وياه انه هاي العلاقه لو تضلين انا مصره واشلب بي ليش؟ يعني هو هم يريد يشوف حياته وجوز حاب على ابني، ليش يخاف يقصي علي وعلى اطفالي ويسوي هواي مشاكل؟ فهو بنعرف انه هذا جاء تبليغ وهيك شيء لامني وظل يحكي وياي، وطبعا يحكي بحضور اهلي ويم اهلي. أقول له أنا خلي اتفق إنه أنت يقولون إنه هي ما إلها حق وما لها، قال لا هذا بيته يبقى مثل ما هو، لأن أنا ودول أطفالي ويبقى نفس الشيء مثل ما هم الوضع مالتهم، واللي مالتها أنا أعطي الحقوق مو مشكلة، حتى لو هي رافعة القضية أنا راح أقول لهم وأقول للقاضي أنا أعطي حقوق. قلنا يا الله زين ما دام إنه أنا تنازلت حتى هو يتزوج فيجوز هذا الشيء خلاه يتغير. طلاق بصورة عامة بيد الزوج أيا كانت أسبابه تمام، بس شرع القانون وخص القانون عدة حالات للمرأة أو للزوجة يحق لها ترفع دعوة الطلاق أو مو طلاق، تفريق. التفريق تختلف عن الطلاق، فالقانون حق للمرأة ترفع دعوة تفريق عن زوجها عدة بعدة أسباب، اللي هي واحدة منهم للهجر، واحدة منهم للضرر اللي هو يكون إذا كان يتعاطى مسكرات، إذا كان يضربها، إذا كان يقامر، هاي وحدة يعني من عندهم أيًا كانت، إذا كانت موجودة وحدة من عندهم خلاص إنه يثبت من الضرر. إذا كان ما ينفق عليها، إذا كان متزوج تمام متزوج زوجة ثانية وهي ما عندها علم تقدر ترفع دعوة تفريق عنه. إذا كان الزوج محكوم بدعوة سجن مؤبد أو إعدام أو هو داخل السجن هم تقدر ترفع دعوة نفقة العفو والتفريق عليه، إضافة إلى تقدر تأخذ كامل حقوقها اللي هو المقدم والمؤخر والنفقة. هذا من الحالات. بس إذا نجي نحكي بحالتنا، هو كان بعد ما متزوج يريد الزوج، فهنا فعلا من راح تروح هي ترفع دعوة، ماكو ضرر. وين الضرر؟ الضرر بعده ما حاصل، تفهمين علي شلون؟ فمن تروح ترفع دعوة التفريق يسألها القاضي ها والله يريد يتزوج، يريد زين، هو بعد ما متزوج فأكيد راح تخسر حقوقها. ذاك من ذاك الرجال الآدمي راح يقولها لا تمام، بما أنه أنت تريدين تطلقين ما عندي مشكلة، خلنا نتطلق وهاي حقوقك. هم هسا إذا المحكمة تقرر أساسا هو للضرر هي متفرقة عنه أو عدة واحد من الأسباب اللي عددتها لك من المشاهد، ما ينطي أصلا، ما ينطي حقوقها، يقولها روحي بهالمعنى روحي. يعني هو الزوج جيد كان بالبداية في إعطاء الحقوق،
لكن اليوم اذا شويه نركز بالقصه انه هو بعدين تملص من الحقوق. احتمال هو بالبدايه انطى الحقوق كنوع من الشفقه او حتى يكمل موضوع الطلاق ويمشي ويبدي بحياته الثانيه بدون اي مشاكل. بالنهايه من انطى حقوقها ومشى موضوعه وبدا حياه جديده ثانيه، ان الضحيه من شرحه انه صار كذا شهر هو متخلف عن اعطاء حقوقه وهاجر وترك كل شيء، فايضا يعني ما اعرف، يعني ما اعتقد هو كان منصف بالدرجه الكافيه. بالمحكمه صار هذا الشيء، يعني كنت احضر بس كنت اسمعهم ما افهم، بس اقول له يعني شلون انه شنو راح يصير، شنو هاي المحامي قال خلاص راح يصير الطلاق وهو وعد انه ينطيك حقك وهيك شيء، بس ماكو شيء يعني انه ينطي الحق وخلص بيتي اني باقيه وهاي غراضي كلها، يبقى بس النفقه مالت الجهال والمؤخر مالتي يعني خمسة بخمسة، لأن تعرفين إحنا ولد العم مو إنه واحد ينطي عليه، هذا الشيء رمزي، فقال إنه ينطيهن إلي خلال هاي الفترة، يعني ما حددنا له فترة، خلينا على راحته. راح هو وما أدري بيه، بس اللي سمعته هيك بعد شهرين، طبعًا هاي الشهرين هو انطاني يعني فلوس بالبداية، ما أدري هي هاي النفقة لو يعني هذا حقنا، انطاني فلوس هذا مصرفكم الشهرين. أنا عندي حالة طلاق من مرات أسولفها يعني يضحكون غريبة من ناحية. أكو عالة تقريبا وراء أكثر من 20 سنة زواج انفصلوا، يعني أبهم وأولاد وبناتهم وولهم كبار، اللي يعني على أبواب زواج، اللي خلص جامعات، اللي بعده دي يدرس، تقريبا ورا 20 سنة من الزواج يعني بهالحدود انهم انفصلوا. من نجي يعني نطرح الموضوع يقولك ورا 20 سنة يلا تذكروا انه يطلقون، اوكي تمام، ممكن هم كانوا صغار الأولاد، او ممكن ما قدرت الزوجه تتحمل مسؤوليتهم لان بعدهم صغار، ممكن انتظرتهم يكبرون، ممكن الزوج انه كانت منتظره منه فد امل معين، فد وضع معين، ممكن اساسا ما كان موضوع الانفصال موجود من الصغر، ممكن على الكبر انه اتخذوا قرار الانفصال. فمن انفصلوا ورا تقريبا ورا هالفتره الكبيره من الزواج عمر كامل، صدقيني انفصلوا انفصال اوروبي. شمعان من الانفصال الاوروبي اصدقاء فريند، الزوج والزوجه اللي هو طليقته وطليقها صاروا أصدقاء، علاقتهم أحسن حتى من كانوا هم متزوجين، والأولاد علاقتهم صارت بعد أحسن ويا أبوهم حتى من كان هو موجود أبوهم وبعدهم بعدهم عائلة كاملة. الأب تزوج تمام، الأب تزوج وأولاده حضروا زواجه وصار عنده أولاد، يعني صار عندهم أشقاء من أبوهم. المرأة العاقلة، الأم هي الشيء الأساس، شلون تدير الموضوع، شلون هي ترى بعي ممكن يزعلون من عندنا الرياجيل، الرجال يتقشمر شلون يتقشمر بالكلام الطيب، يعني هم من متفقين اثنيناتهم من يوم احنا دا نختلف، من دا نكمل ويا بعض دا نأذي عائلتنا ودا نأذي علاقتنا ودا نأذي أولادنا، خلينا ننفصل ونجرب، إذا شفنا الانفصال أسلم إن نكمل بالانفصال، إذا شفنا لا والله ما نقدر انفصال نرجع. فتشوفين إنه أنت إذا هو الرجال كان آدمي، إحنا دا نحكي عن رجال، يعني رجال كلش آدمي، يعني كلمة آدمي قليلة بحقه بصراحة. فمن حجت وياه هذا الكلام إنه هو اقتنع، شاف الموضوع قال ممكن يعني هي هسه ممكن بعقلها هذا الموضوع ورا فترة ممكن ترجع ونرجع ونكمل سوا إحنا. بعدين لا، شاف الموضوع خلاص استمر، من استمر ورا سنتين ثلاثة اجى على اولاده قالهم اني اريد اتزوج، قالوا له اوكي روح اتزوج ما عندنا اي مشكلة من حقك، لان احنا كنا عائلة كبيرة فجأة صرت وحدك فتقدر تروح انت تتزوج. من تزوج الامهم للاولاد خلتهم يروحون يعني العرس كلش طبيعي، راحوا عرس ابوهم، حضروا زواجه، حضروا ولادات اولاد ابوهم اللي هم اشقائهم، وعلاقتهم طيبه والحمد لله وماشيه. وشوفين يعني هذا المثل دا اضربك اياه نفسه ينطبق على حالتنا، يعني اذا هم يتفاهموا بهالطريقه وراح اتزوج صدقيني يعني اشوف انه هنا منو اللي طرفين، هي نفسها البنيه من قلنا الاساس الام
هي نفسها البنية صاحبة الحالة مالتنا هي الأساس، مثل ما هي مقنعة زوجها وهي متقبلة الموضوع وفارضت الموضوع على أهلها مثل ما فرضوا الموضوع مال الزواج عليها ومقنعة الأطراف كلها، فهنا الموضوع يمشي طبيعي بدون مشاكل. أكو هواية طلاقات إنه هي تعمر ما تهدم، صدقيني. هاي الشهرين أنا سمعت إنه أهله راحوا وخطبوا وراح يتزوج وهاي الله يوفقه، طبعا تبقى حسرة بقلبه وقهرة وهذه وزعله هم بين يعني عمام بيناتهم، بعدين قلت لهم ماكو داعي تزعلون وهذا هو شاف طريقة وأني راضية. ظلوا وزعلوا علي أني لأن قلت شلون راضية بهيك شيء، أنت راح تهديتي عائلتين وليش هديت عائلتين؟ أنا شفت هو يختار الطريقة وأني يعني هم يريدون يبقون هم كلهم حتى هن يعني المزوجات أخواتي وهم أخوانهم باقين وقابلين على حياتهم اللي هي صعبة لو أكو مشاكل، بس إنه حتى يبقون متزوجين زين وبعدين يعني تو متحملين ويمكن واحد منهم يخونها لو هي ما أدري شو تسوي وهاي، وباقين على مود إنه نبقى هاي العائلة العمام ما تتهدم، وإذا تهدمت يعني شنو المشكلة؟ يعني هذا كل واحد يشوف طريقة وتبقى بيناتنا علاقتنا طيبة. هم يعني حسبوني إنه أنا ما أفهم، بس أنا أشوف أنا أفهمهم. بعد هاي الشهرين يعني هو لا إجي لسأل، يعني ظهر هو تزوج يعني أنا ما سألت، فهو صدق تزوج وما دزلنا أي شيء، وبقيت أنا يعني يطوني يا أهلي و أهلي أهم زينة حالتهم ويساعدوني، هم يريدوني يعني ما يخالف إنه يعطوني شلون حتى لا أروح حتى لا البيت عمي لا أسأل وهلا هذي، يقولون أنت عوفيهم لأن إحنا هم يعني ما يحجون وياهم. فبقينا على هذا الحال 8 أشهر، زين 8 أشهر أنا يعني شلون يعني جهالي يريدون مصرفهم يريدون واي أشياء، واحد يتمرض من يمهم، أني يعني متعودة كنت عايشة بحياتي براحتي أسوق وأشتري ويعني أنا أحب نفسي وأريد أشتري، وعلى شنو يعني ما أشتري نفسي ونفس اهتمام بنفسي وكافي يعني أهلي هم زودت عليهم. إحنا إذا نجي نأخذ موضوع النفقة، النفقة بصورة عامة تكون حسب مقدرة الزوج حسب مقدرته على الإنفاق، إذا كان كاسب أو إذا كان عنده وظيفة تجي تصير عن طريق المحكمة، يا أما المحامي أو طالب النفقة يقدم دلالات للمحكمة على استنادها وعلى أساسها، وقرار الخبراء يحددون موضوع النفقة حسب إمكانيته وقدرته للزوج، أو يكون يروح يصير كشف عن طريق الدائرة مالته اللي هو موظف بها أو الشركة الموظف بها عن طريق شريط الراتب، إيش قد يتقاضى راتبه وأجره الكامل، ما علينا إذا كان داخل بسلف ما أخذ قرض ما أخذ كذا، الكامل إيش قد راتبه، تفهمين علي شلون؟ من عنده يتحدد هو الكلي تمام، يعني بس ممكن احتمال القروض الدولة حتنذكر موجودة، إذا احنا دا نحكي عن شركة عن دوائر الدولة تبقى انه تكون مذكورة الصافي من الراتب هلقد، فالمحكمة تكون تقديرية عن طريق الخبراء، بس احنا اذا هو مشترك بسلف مما عنده ايجارات عنده اقساط عنده كذا خارج الدائرة ما يقدر يثبتها للمحكمة، فاحنا ياخذون الموضوع بعين الاعتبار ككامل كراتب كأجر يتقاضى قدره كذا. اذا عنده املاك، اذا عنده املاك اي طبعا 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 السياره والبيت، وحتى وان يكون اذا كان عنده حصه بيت اهله هاي كلها تنذكر كلها تنحسب، لان هنا انت معناته تقدر تنفق، معناته انت تقدر، انت ليش خالك ممكن انت بيت ثاني واولادك جوعانين وزوجتك او طليقتك انت عايفها بلا نفق، انت تقدر انه تتصرف بهذا البيت وتروح تنفق عليهم، فهذا الإنفاق من واجب الزوج حتى وإن يكون الزوجة أو الطليقة إنه تكون مليارديرة. فرحت للمحامي هو نفسه قال نرفع قضية نفقة مدام هو ما انطى، زين انت دزيت عليه؟ قلت له لا أهلي ما قبلوا إنه خلال هاي الفترة إنه أقول لو أخابره لو أدز عليه، هو أصلا ما سأل 8 أشهر ما سأل علينا يعني وعايش حياته ومسافر وكل شيء مسويه، بس احنا ما سأل بينا وحرام عليه هو اللي ترجع يعني. سوينا قضية النفقة بس هي تأخرت هواية،
وقال هذا عادي، هو من عرف بيها يعني ما اجى وقال انا راح انطي عوف القضيه. انا قلت لا، حتى لو قالها، لو قايلها لاهلي، لو قايلها لاي احد، لان انا زعلت ما ظليت ما احكي وياه، كنت احكي وياه خلال هاي الشهرين عادي، من يجي يسال او هذا احكي وياه بكل عادي طبيعي، يعني ما عندي شيء بداخلي عكسه او اضوج منه. فهو قايلها لهم، بس انا قلت خليها تصير بالقانون، لانه هذا اذا سواها مره يسويها مره ثانيه ويقطع بينا وبعد ما ينطينا. شو هو بعدين قال انا راح استقر بغير دوله، وهنا انا مخلي عمال وهاي، فقال انه ينطيها مثل شلون حوالات يعطينا اياها، وهاي تبقى بيناتنا هي الوصولاتيه، يعني شلون انا كل ما تجيني حواله اضم الوصولات وهذه، يعني هاي اللي هماتين اللي هو ضمان والي، هو المفروض هو يضمها، بس انا اقول هذا حق، يعني خاف يقولون ها ما اعطاك، واهلي ما يصدقوا لان يريدون حجه عليه، يريدون يتعاركون وياه، هو عاش حياته برا. هنا احنا دا نحكي عن طرفين اثنيناتهم بصراحه يعني اوادم ويعرفون يصرفون، واثنيناتهم عقلهم كبير، بس الوضع اللي انفرض عليهم هم مو بارادتهم، دا تفهمين علي شلون؟ يعني هذول الاثنين لو كانوا ملتصقين بغير ظروف بغير عوائل، صدقيني لو متزوجين كان صارت احسن زواجه، لان الاثنين يقدر وضع الثاني. من هنا تجين هي طليقته، دا تفكر بيه وبمصلحته، من تستلم حوانات تقول لي كان يضم الوصل حتى باشر عقبه لا يضيع حقه، انه هو دي يسدد لي النفقه، دي يسدد لي شهريا. من يجي الزوج نفس الشيء يخلي الوصل يمه، دا يقول اني دا اجلس خاف اهلها باشر عقبه يقول له انه انت مداز. احنا هسه موضوع الاستقطاع صار مباشر، لازم عن طريق ماستر كارد، بعد عن طريق الماستر كارد او الكي كارد يصير الاستقطاع مباشر بالتنفيذ، يروح الدائرة التنفيذ، بعد ماكو اروح باليد وانفذ، لا بالماستر كارد ينزل شهريا اذا كانت للزوجة او اللي كانت للاولاد، لازم يروح يسوي اذا كان يعني اذا موظف وغير موظف، او واجب التنفيذ يروح مباشرة للدائرة التنفيذ يودع بيها، ما يودع بالتنفيذ، يودع بالمصارف او المراكز الحسابيه الخاصه بالتنفيذ، تمام، يروح يودع بيها، حينزل مباشره بالماستر كارد. هنا أنا شهر على شهر من يصير يتاخر بي زين، هنا أنا بعد ماكو واحد يختلف على واحد انت منطيني ما منطيني، يعني ما منطيني وما مستلمه، لا اكو شيء يثبت انه هو وصل للدائره او عن طريق الكي كارد انه صار الاستقطاع المباشر، نزل النفقه، ما نزلت النفقه، هاي كلها حتكون موجوده. يعني طبعا انصح الكل يتوجهون يعني يمشون بالاجراءات القانونيه حتى يحصلون على النفقه، لان هو نوبات بالاجراءات القانونيه ما تحصل على النفقه، نوبات حتى انا يعني اعرف حالات مثلا اذا ما ينطي النفقه ويتخلف عنها يصدر امر القاء قبض عليه، لكن امر القاء القبض ما يقدرون مثلا يروحوا له للبيت، ما يصير مداهمه منزل، لان انا ذكرت لحضرتك النصوص القانونيه والتشريعات هي منصفه للرجل ضمنيا، احنا من نتكلم اليوم نقول لا القضاء العراقي منصف للمراه ونعطيها حقوقها، لا ضمنيا هو الانصاف للرجل، ونبين انه قد المجتمع ذكوري، يعني مثلا انا اعرف هوايه متخلفين عن اعطاء النفقه وعن اعطاء حقوق المراه وهم يمتلكون عندهم اموال، شنو الاجراء اللي صار بيه؟ الاجراء اللي صار بيه انه تصدر بيه مذكره القاء قبض، بس هم ما يقدرون يلقون القبض عليه بمكان عمله، وما يقدرون يلقون عليه القبض بمكان يعني اللي يسكن بيه، لازم بالشارع مثلا اثناء ما دا يمشي او دا يتنقل او دا يتجول، هذا الموضوع صعب، وان تم القاء القبض عليه يوم واحد ويطلع في كفاله، ومن ثم شنو لازم ترجع تعيد القضية من البداية وتأخذ لها أشهر. بقى هنا أنا شغلة يعني يجي فترة ويروح فترة، يجي الأطفال يعني ما مانعته، وأنا حياتي يعني الحمد لله مستقرة ما عندي مشكلة، وهم ظلوا يكبرون الأطفال، وهم هسه يعني شلون راح أصير مسؤولة منهم، هم يشتغلون هم حياتهم يعني يشوفونها، واني مستقره ومرتاحه، ارتاحت اكثر لانه كنت عايشه اكثر من سنه بهاي بيناتنا المعركه، نريد واحد من يمنا يتنازل، من تنازلت شفت اني انه هم ارتاحوا واني ارتاحت، واقول يعني الله سبحانه وتعالى راح يعوضنا خير، لانه كل هذا سويته يعني مو بطيب خاطر، ما شايله عليهم اي شيء، والحمد لله على كل حال.
يعني هي تعاملها جدا صحيح وجدا ذكية وقوية بنفس الوقت، على الرغم من الظروف اللي عاشت ترى كلش صعبة، بس هي قوية وذكية وأفضل من 100 امرأة يمكن كملت تعليمها. يعني أشوفها جدا منفتحة وعقلها واعي. أما بالنسبة للأطراف الأخرى فهم نهائيا يعني ما راح يكونوا راضين على أي تصرف، مع رغم هي ضحية مفروض تعاطفون وياها، الأجدر بهم أنه يدعموها حتى أهلها، لأن هي ضحيتهم، ضحية العائلتين، يعني هي ضحية العائلتين وهي تنازلت وضحت هي وأولادها وأطفالها. بس المجتمع هو إحنا مجتمعنا يعني تقل بي العدالة نوعا ما، ولازم هي إذا تريد تكمل حياتها أنه أنا ما أسمع لسين وعين الناس، أنا اللي أشوفه صح واللي يضمن مصلحتي وراحتي وصحتي إلي والأولادي هو اللي بدون حتى محكمة. هاي أنا وياش أوكي تمام، حلوة ولطيفة وتغنينا عن المشاكل وما داعي إن راحت المحاكم وطبت المحاكم، بس قولي لي يا ترى هاي إلى متى تنثبت؟ انت بشر ما تضمني، ما تضمني من ناحية وضع المادي، من ناحية باشر عقبة مخافة رب العالمين نام قاعد قال لك هلا والله بعد اني ما سدد، اضافة الزوجة رادت العفو الطليقة رادت تتزوج، ايش راح يسوي اول شيء؟ قطعنا فقط حتى الاطفال صح؟ شنو ايش راح يثبت ان انا ما نقدر نسوي شيء؟ فاني خليها عن طريق المحكمة يثبت افضل. اذا هي كانت اول شيء انا اقول مستقلة ماديا وقوية بمعنى الكلمة ومو قادرة، أكو مثلا نساء تقولش مثلا أنا أقدر 10% أو 15% أو أكثر أتقبل وجود زوجة ثانية، أكو يقدرون، واللي ما تقدر وعندها استقلال مادي واستقلال فكري وقوية أنه تترك، لا الأفضل أنه